إبريد. مستمعينا اهلا وسهلا بكم مره اخرى. العباد اللي مازال كل تحقت بينا انتم تسمعوا وتتفرجوا في إبريد على ام تي اش ميديا تنساب وعلى اي اف ام احلى راديو. موعدنا يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح اللي ساعتنا الثالثه, وكما عودناكم في كود فار باش نحكيو دريفت وفورمولا دريفت للمغرمه متاع المسابقه هذيا. باش نحكيو مع مالك ماجري محمد امين وحيده دو بيلوت دو دريفت توينسا. باش ناخذوا زيد اون ابل فيديو مباشره من الجريس عزيز بلوذنين بيلوت دو كورس في الأوتلوز ريسينج تيم, صاحب زوز أرقام قياسية عالمية, واحد في السيركوي في السيركوي نتاع نورتش لايف بالبورش 911 و أنوتر ريكور بالمرسيدس AMG GTR. نعطيكم أكثر تفاصيل زيد شوية في كودفار. كودفار نرحب بضيوفنا اللي مازالوا كي يلتحقوا بينا. مالك ميجري أهلا وسهلا بيك. اهلا فولا تبا ولي تعرف نيا عطا ولد الدار. انا ولد الدار. اهلا وسهلا بك مره اخرى, فرحانين برشا بحضورك معنا في بلاتو إبريد. محمد امين وحيده اول مره تحضر معنا, اهلا وسهلا بك. مرحبا. اسمع ما نحبكش حشيم. جوستومون بعد باش نحكيو معكم دريفت, باش نحكيو على تاريخ دريفت ملي بدا في اليابان وكيفاش وصل لتونس. مالك باش يعطينا زاده لمحه صغيره على الفورمولا دريفت الكومبيتيسيون هذه وين وصلت في السيزون تاع 2022. لكن نبداو مع منصر باش نحكي فورمولا والجران بري اللي تلعب نهار الاحد اللي فات. لا ما تلعبش نهار الاحد اللي فات, انا الاحد هذا جران بري تاع بلجيك اس بي او اللي هو من الجران بري. غلطنا هشام عامر, تحيه ليك هشام عامر سيدي خويا. لي سي سي ليبر فوالا نهار الاحد اللي فات. اي باهي دونك عملوا لي سي ليبر نهار الجمعه, الكاليفيكاسيون نهار السبت معناتها البارح. في لي كاليفيكاسيون نشوفوا فيرشتابن جي الاولاني, اما لا مش كوم دابيتود, اما سنسنا في السيزون فوالا. اي اوكي ماكش غلطه, مي مش يخرج 15 راه خاطر عنده بيناليتي موتور دايوغ باش نحكيو عليها. نلقاو حاصيلو الساينز وبيريز هما الاولانيين في الـ في الـ في البول, دونك زوز يزمهم يشدوا الاولانيين على خاطر لي بيلوت لي كوكيبي نتاعهم لوكلير و سيسمو و فيرشتابن باش يخرجوا 15 و 14. معناتها باش نشوفوا طالعه باهيه نتاع لي دو بيلوت هذوما ولي كوكيبي نتاعهم يزمهم يشدوا معناتها لا بروميير بلاس ويحاولوا يعملوا استراتيجي اللي هي كوهيرونت, خاطر لي دو زيكيب فيراري و ريد بول نورمالمون مطلعين لوكلير و فيرشتابن اكثر من بيريز و ساينز. بون ساينز بدا يطلع شويه بارابور لبيريز, لاحظنا اللي في بيريز اول سيزون كان عامل نيفو باهي, من بعد النيفو نتاعو بدا يطفى بشوي بشوي. هذاك خاطر ريد بول ولات مركزه اكثر في الديفلوبمون تاع الكهرباء على فيرشتابن كو بيريز. فهمت و باهي سي استراتيجي راهو باش نشوف كيفاش يهبل لو بروميي بيلوت والثاني هو اللي يساعد بلوتو لو بروميي بيلوت. ولا سي داير نجمو نحكيو على خبر اخر على ريكاردو اللي هو خرج من ريد بول عنده تو 5 سنين 6 سنين من الحكايه هذه اللي المونتاليتي في ريد بول ديما لو بيلوت نيميرو 1 يركزوا معاه والبيلوت نيميرو 2 بلوتو معناتها انتي سولدا اللي يعاون معناتها البيلوت نتاعو. دونك ريكاردو وقتها خرج ومن بعد مشى لرونو والبي ومن بعد توا في ماكلارين, واليوم خرجت الجمعه هذه انفورماسيون اللي ريكاردو تردو بلغه اخرى معناتها عملوا فان كونترا نتاعو وباش تتكلف باش يخلصوه 16.7 مليون دولار على على الربطور نتاع الكونترا هذا. وتوا قعد معناتها 2023 ما عندوش كرسي, دونك بالكش يرجع للالبين بالكش لي. مي نجمو نقولوا اللي ريكاردو راهو عمل في معناتها ملي دخل مع ماكلارين نيفو ياسر طايح معناتها دو سوفون ياسر ما عملش نيفو بي. حتى من زاك براون اللي هو الشيف نتاع ماكلارين تكلم قالوا له شنو تعلمت معناتها من الاكسبيريونس هذا, قال ما كناش نجمو نعملوا حاجه خير من اللي عملناها معناتها سنة با مارشي مع ريكاردو سنة با مارشي عملوا كل شيء. مي الحاجه الوحيده نجم تكون الربطور هذه فانت كارير لا قاعد هو داير ما حبوش المكلارين يخلصوا 16.7 مليون على على التخريج نتاعو, حبوا يحطوه في ديسيبلين اخرى في انديكار جو بونس
ولا نسيت وين بالضبط. وهو ما حبش على خاطر مازال يحب يلعب في الفورمولا. مي فيو لا ريبوتاسيون اللي عنده توا اللي سي با سيريو معناتها خاطر الكرهبه ديما يقول كرهبه سان فا با. مي نشوفوا نوريس مثلا في العامين هذوما وضح اللي هي الكرهبه باهيه. ما ننساوش زاد عم ناول في مونزا عملوا دوبلير ريكاردو ونوريس. دونك لاني زاك براون قال احنا بتكنيك توسكي تكنيك ما نتخيلش عملنا غلطه معناتها ولا حاجه ناقصه اللي يفسر علاش ريكاردو ما نجحش معناتها في الاكسبيريونس بتاعه مع ماكلارين. اما الحاجه اللي تعلموها هما قالوا مره جايه كي باش نعملوا كونترا يلزم في الكونترا نحميو روحنا اكثر معناتها يلزمناش اون سوبوز كان غران بيلوت يقعد ان غران بيلوت يجم تيخوتاو ان غران بيلوت و نيفو نتاعو يطيح. دونك الكونترا جي اللي باش يعملوه نورمالمون مع البيلوت الفرنساوي باش تكون فيها كلوز هذايا نتاع البيرفورمانس معناتها راهو ما تنجمش تعمل ان كونترا باربع سنين خمس سنين من غير ما ليكوري تحاسبك على البيرفورمانس نتاعك. هذا باش تبدل في ماكلارين. واضح واضح. احنا جوستومون نرجعوا لضيوفنا ونرجعوا لموضوعنا اليوم. كانت هذه لا مينوت فورمولا مع منصر الشمسي. مازال عندنا اخبار في بالي. صارت بيناليزاسيون. اي بون بيناليزاسيون الكل عندنا توا الخمس البيلوتات اللي باش يخرجوا الاخرانيين راهم الكلهم عاملين بيناليتي منهم لوكلير منهم نوريس منهم فيرشتابن. فما خبر اخر جوستومون قبل ما نمشيو للخبر نتاع لودي باش نخرجوا فاصل قصير وهنا راجعين نحكي اودي وفورمولا. إبريد مستمعينا اللي مازلتوا كل تحقتوا بينا انتم تسمعوا تتفرجوا في إبريد على MTH وي FM احلى راديو 29 دقيقة. موعدكم مع عالم الميكانيك ميكانيك السيارات منصر. كنا نحكيوا على الفورمولا الفاز دي سي اللي صارت لحد اللي فات واليوم الجران بري فين بلجيكا. في بلجيكا يعني وصلنا للخبر نتاع اودي منصر. اودي سي سي كونفيرمي توا خاطر سمعنا عليها الحكاية برشا مرات باش باش تدخل اودي باش تدخل شنو باش يصير. بعد توا سي اوفيسيال اودي راهي باش تدخل كوم ايتون موتوريست. ديجا معناتها عملت الانستالاسيون نتاع لي لابو نتاعها لي بون دو بويسونس نتاع الموتورات سبيسيال الفورمولا نتاع الفي 6 هيبريد. حاجه برك باش العباد تعرف علاش توا اودي لا كونفيرمي خاطر قاعد تصنع في الريغلومون تاع 2026 شنو هو الموتورات الجدد اللي باش يكونوا 2026 شنو هو القانون. وشافت اللي هي من باقي التكنولوجي هذا توا شنو اللي تبدل باش نقعدوا ديما نحكيو على ان في 6 توربو هيبريد توا ما جوست البارتي الكتريك البيسونس نتاعها باش تطلع اكثر ب 50% معناتها شوالي فما بيسونس اكثر الكتريك كو تيرميك. وقانون اخر باش يجي جديد اللي يلزم ليسونس اللي تصب معناتها بالنسبه للموتور تيرميك ليسونس اللي تصب يلزم يكون 100% دورابل كيما حكينا فيها احنا في ايكولو تيست على ليسونس سينتيتيك اللي هو البيلون دو كربون نتاعو ايكال زيرو. دونك اودي وقت كي خرج الريغلومون كم صحيح وكامل هي لا كونفيرمي اللي هي باش تقدم روحها كوم ايتون موتوريست. على فكره ما عادش نقولوا موتور في الفورمولا نقولوا يونيتي دو بويسونس خاطر مش الموتور برك يقدم في الكهرباء مي برشا حاجات اخرين. دونك يونيتي دو بويسونس هي باش تدخل معاها. ليكوري اللي باش تخدم معاها مازلنا ما نعرفوش. الاكثريه باش تكون مع سوبر اللي سي تو ليكوري سويس نذكروا خدمه تخدم مع الفا هي تو خدمه مع بي ام دبليو ونتسناو توا بيرش. جوستومون بيرش بيرش باش تكون فما رياكسيون نتصور بيرش لا مش رياكسيون هما يخدموا بعضهم من الجروب فاك فولكس فاجن. بيرش توا اللي قاعدين العباد تحكي فيه اللي هو سي با اوفيسيال اي سو بو كو بيرش تدخل مع ريد بول كاريمون. دونك مازالت الحكايه ماهيش صحيحه سا بخومي معناها لي اف ان جايين اي سي بتفهم راه اودي راه عندها الادان نتاع سبور في فيها معناتها الجروب بي عملت داير حتى كي نحكيو الكتريك رينا الاو تران اللي هي في الراليات اللي فاتوا في رالي داكار في السعوديه وقتها اللي 100% الكتريك ان بوكي الكتريك خرجت بزو 100% الكتريك ولا مع ساينس لو بير دو كارلوس ساينس هوني عم نذكر احنا حكينا فيه وقت الموضوع مع ملكي وعملنا عملنا ريكاب كبيرة على رالي داكار اللي تعدى في السعودية بيزارمان ملغري الطقس وملغري لي كونديسيون الخايبين ياسر معناها الموتور جاو به وقتها في الاوتران ما تسبب لهمش مشكلة بلوتو سسبنسيون اللي قلقتهم برشا صارت لهم ثلاثة ضربات معناتها الكهرباء مرة البون ارير يظهر لي تكسر في الجيت سسبنسيون
ومرة مارتين نفس البان نفكر مارتين نفس البان نفس المشكلة نتاعهم الكلها في الشاسي ولا السسبنسيون مش في الموتور ولا الباتري معناتها فهمت معناتها التشالنج نتاع الموتور تشالنج على الباتري سي بون حصل اي راهو سي نورمال كهرباء اول مرة تلعب في كورس يعني بروتوتيب راهو دونك اول كورس راهو سي تابع الديفلوبمون نتاعها ما فماش كهرباء بدات من الضربة الأولى جات الأولى ليه أكيد أكيد نواصلوا احنا في موضوعنا منصر جوستومون كمان نحكينا على الليف 1 وضيوفنا محمد أمين وحيدة وملك ميجري دو بيلوت دو دريفت توينسا نبدأ بيك محمد أمين ديجا عرف لنا بروحك عرف لنا بالباركور متاعك شنو وصلك للدريفت مرحبا بك فراس فرحت محمد أمين وحيدة مش مشكل مش مشكل محمد أمين وحيدة 28 سنة بيلوت دو دريفت سوابور معناتها نعمل بريباراسيون الكراهب دريفت نقري زادة في الدومين اوتوموبيل معناتها حياتي كاملة اوتوموبيل مليانة صغير واحد حل عيني على الكراهب بالغرام بالتبربيش انا نشوفه في كرهبتك داير العبيد اللي تسمع فينا سور انتين تنجمو تشوفو على لي باج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام والباج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنتس هاب هذا ظهر لي اخر ماتش لعبت ولا اي هذايا لو 30 اللي لعبت بها هذايا معناها كهرباء كيما نقولوا مش الكهرباء نتاعي نحضر فيها انا عندي كهربتي نحضر فيها مع ديباناج هذايا تاع ديباناج هذايا حضرت بريباراسيون نتاعها 48 ساعه حضرناها أيه. موتور وافون تران تران ريير سباح وليل مصبح لعبت مصبح ديجا وقت انا معناها اي تبارك الله بون اي وشنو شنو احكي لنا على الكهرباء هذي شنو لي كاركتيرستيك هذي 30 كوبي على باز 316 معناها ام 40 عادي ركبنا لها موتور او 46 2 لتر 8 دوبل فانوس معناها خدمنا لها هونجر دو براكاج نتاع او 36 كومبيني فيلتي كيف كيف تران ريير 36 كومباكت فرامه هيدروليك قلت لك في 48 ساعه معناها الاولاد تبارك الله مصر معناها اي لاباس معناتها باش تعمل كهرباء نتاع دريفت اللي تنجم تكون كومبيتيتيف شويه سي اكزاكتومون سا معناتها لازم تكون عندك ليساميل بون ملحوم كيت غران تانك في لافونتران موتور فايق شويه وكا هذه الكهرباء سكور كما نقولوا احنا اللي ديجا اول ما هبطت انا خدمينها بالزربه ركزنا في الكبير وكابل اكسيلاتور ما ركزناش فيه برشا وقتها كيف انا حطيت بريمير و تكونس ديجا موتور اكسيليري يا فون انا نتذكر وقتها انا لعبت كاتول ديجا كما تلعب ماشي اكسيليري واحد اكسيليري انا جوست فراما و امبراياج معناها حتى البوكس وهذا هذا فاتور اوتونوم اول مره تصير في الشامبيون فاتور اوتونوم تاع دريفت هذا ايلون ماسك نعطيوه دروس نذكرها في الماتش نسمع فيها الكهرباء قلت شبيه انا فاش نعمل يفرني ويكسيليري واش نعمل نازله وحدها نازله وحدها الكهرباء وصارت لك زاد فاست ليسونس هذيك بعد في الماتش الاخر بالكل في وقتها انا عندي مشكله وقتها في زاد كيف بومب ايسونس نقصت في الكاليفيكاسيون حسيتها كلي ضعفت شويه طفت زادوني الولاد فعود يزيدوني شويه زادوني 20 متر كامل ايسونس وانا نلعب اخوة ستاف تكنيك على فكره معناها ليلي فاض معناتها ليسونس انا نلعب وسي بوكس الاخر معناها وقفوني اي لا اي كي تبدا فهم مشكله نتاع ايسونس وفي ايسونس يقاتل لازم يخرج معناتها فاش كلام معناتها لازم كلنا فما حتى فويت فهمت به محمد امين قلت لي فما كهرباء تحضر فيها اي 46 ديجا انا وياك نتفاهموا ديجا في الذوق ديجا انا راهو معناتها ما كنتش هابط كنت نحضر في الكرنسيس قلت لك من 2019 جست حاول قدم شويه الميكرو معني فوالا باش نجم نسمعك بالكدا معناتها خدمنا الارسوات خدمنا الموتور خدمنا معناتها في 8 مستروكي شو معناتها اشتر له ثاني تاع اكس 5 4 لتر كات الفوقاني خدمنا طلعنا فوتو دو كومبريسيون خدمنا كيلوسيت نتاع كاتليتر فوقانين فوالا مش الفوقانين خدمنا جيستيون 404 معناها اللي تربى باش تعطينا بوش اي دي بي متر معناتها خدمنا موتور يتسمى ام 60 بي 44 ما تخدمش قبل في تونس معناها على 46 معناتها ديجا خففناها على الاخر خدمنا الارسو 12 بوان خدمنا راديتور التالي خدمنا برشا حاجات اول مره تخدم على شويه الراديتور التالي عملت بومب اكسترن اخرى نتاع اي بومب الكتريك خدمنا نخوراي الخبير تفضل ناخو رايك في البريباراسيون اللي قاعد يحضر فيها محمد امين لا بريباراسيون معناتها طياره انا تعجبني فصل الراديتور اللي بالتالي فونتيلاتور بالتالي نورمالمون كهرباء كي تشوفها تلقى راديتور او البارابريز لونيت اريير معناتها فهمت اما كيما سالته باش تنجم تعمل حاجه هكا لازم تزيد بومبا اخرى فيو كو لو سيركوي ولا طويل معناتها الموتور القدام
والراديو اللي برد من التالي يبرد من التالي وتبدل حاجه في الـ في الـ في, الـ في الكهرباء الريبارتيسيون دي ماس تولي عندك البوان تاعك من قدام الموتور وعندك من التالي زاد الرادياتور والريزرفوار نتاعك معناتها ماهيش جوست هكاك هي راهي مزيانه اما فيها فيها وعليها جوستمون محمد حاجه اخرى على البلوك اللي قال لك راهو لي ستروك معناتها كيفاش غذي بوش غذي الكاتليتر كات راكب لي كولاس الاخرين راهو اللي نحن اسمه فن بعد ساعات فهمت معناتها تولي تخلق موتور معناتها تمشي دربيه ما تلقاش البلوك هذا تعمله كاتليتر كات فهمت لو فيت اللي تاخو منه ومنه ومنه وتركب موتور هذاك هي الجو غادي راه ديزيلوج دو سيزار قال بعد ريت ليه تبارك الله عليك محمد امين ملي قال لي من الاول راني نعمل بريباراسيون ونقري ونعمل كل شيء فما فما بون بروفيل ترينا وكتاب بريباراسيون تملى عين منصور رويس احنا اليوم في الحلقه 47 محمد امين خويا والكراهب اللي تعديوا هوني الكل عنده وسيله نقل معناتها اشهدوا انه يوم تاريخي معناتها حاسيلو سي ان بريباراتور اللي نفهموا بعضنا دونك تلقاني بوزيتيف ما مانيش نقول وسيله نقل ولا فهمت انا الكراهب خاطر ماهوش معمولين باش نتحركوا بهم هاكا عليه ديما كود دو لافو نحكي على نقل عمومي انا قبل كنت بسكليت نحوس عندي كرهبتي من بسكليت فهمت راهو الكهرباء ماهيش باش تتحرك بها حاجه اخرى لا هنا كهرباء فهمت واضح واضح منصور دوك محمد امين ان شاء الله سنين ما صارش ديريفت للاسف وان شاء الله نوليو نرجعوا نلقاو الكومبيتيسيون هذايا خاطر فما برشا مغرمه قاعدين يحضروا في كراهب النيفو قاعد يطلع العباد تحب تلعب العباد تحب تشوف العباد تحب تتفرج دونك جوستومون محمد امين انت شنو اهدافك اليوم فيما يخص الدريفت فيما يخص الدريفت معناتها نحبوا نلعبوا هوني انا ومنصر عندي نحب نحكي مع معناها فيما يخص السوجي هذا بالذات ديجا حكينا فيه منصر اليوم بالحق فما معضله كبيره كو سوسوا في الدريفت ولا في الانسامبل دي كومبوزونت دو سبور اوتوموبيل في تونس بالحق معناها وينهم لي زيفينمون وينهم لي زيفينمون يا دي زيفينمون فما ايفينمون معروف نتاع مشروب طاقي كبير معناتها اللي هو عنده تاو 5 سنين ما صارش في تونس فما دي زيفينمون اللي كانت تونس معناها ماشيه هكا معناها في اون بانت اسندانت ماشيين في فيتيس محلاها وصلنا ا مومون دوني دي زيفينمون في جرت بعضهم بيريوديك ومعروفين لي بيريود نتاعهم والناس تبلي عليهم ولي سبونسور بدات تخدم وتتحرك ولي ميديا بداو معناها صارت اون ديناميك وبداو الكراهب تخدم وبدات ومن بعد دان سول كو شنو اللي صار هذا اللي حبيت اليوم مثلا كيما بكري نحكي انا معناها بالرسمي معضلت لي سيركوي دان كوتي معضلت الواحد اليوم حتى في عب يفرح يقول فما سيركوي رجعت حل البارح هي سيركوي ماهوش نورم فهمت معناها بالحق اليوم نحبكم نتوما تحكي ونحب منصر يحكي حكايه هاللي زيفينمون اللي ما عادش جوستمون احنا حتى انا نجم نسكروها البلاد على تيكاد معناها شو معناها بي يوكي قال الاخر معناتها تيكاد ولا طوكيو دريفت بالرسمي معناتها كي نجم تسكر البلاد معناها نسكر ربحها أوه في برشا مناسبة تحكينا فيه وكان هذا موضوعنا الأساسي اللي كان هوني نعرف اللي فما نزاع كبير ما بين الأندية وما بين الجامعة سنين أغلبية الأندية قاطعت الشامبيونا اللي منظمتها الجامعة بخلاف ظهر لي الكارتينج نادي بركة قادمة فوالا معنص الكلوب ما قاطعش خاطر نتفاهمهم مجموعة الكارتينج أيوة قلت لك فمعنا ولاد صغيرات يلعبوا وانا نتفاهم النادي متاع الكارتينج اللي هو مش متابع الحكايه هذه خاطر فما كتير قعدوا مشاكل كل ما ولا حاجه اخرى موضوع اخر جوستمون حتى موضوع السيركوي وحكينا فيه برشا دانكوني محمد امين بالحق ظهر لي الميساج بسيط ياسر ما مهم ياسر قال نحب نلعب ونحب نجري وعندك ما تقول منصور اي تو كي قالت على ريد بول معناتها نجم نسميه مش موجود في تونس معناتها ريد بول راه كي جاي والنيفو اللي تشوفوا فيه الكل الاسامي اللي تسمعوا فيهم ياسين لوكا الكل خرجوا من البلاصه ياسين سعد الاولاد توا بحذانا راهم كلهم هذوما خرجوا خاطر خرجوا من الديناميك نتاع ليفينمون اللي تعمل معناتها في ثلاث سنين لو بوتنسيال اللي عملته ريد بول
نورمالمون هذاك يتشاف معناتها و تكابيتاليز عليه تميزي عليه وتكبر بيه فهمت. نشوفوا نلقاو دي زيكيب اللي هما طلعوا بالكدا كبار برشا اللي ولاو عندهم كراهب قويين وغالي اللي جايبين الفلوس الكل من لي سبونسور. لازم تفهموا حاجه لي كلوب قاعدين يخسروا في لي سبونسور نتاعهم راهو كراهبهم يتعاملوا كان بالفلوس الفلوس ما تنجم تجيبهم كان باللي سبونسور واللي سبونسور قاعدين يخسروا فيهم وخاسرين برشا سبونسورات خاطر قبل ما يسكروا ليفينمون ترا خاطر عام سنين ليزيفينمون سكروهم خاطر لي كلوب قالوا مانيش باش نلعبوا. اما راهو لي كلوب صحاح خسروا لي سبونسور نتاعهم من قبل ما يسكروا على خاطر النيفو قاعد يطيح لو نومبر دو مانش شويه وكل اللوجيستيك هذيك نتاع اللي هو سبونسور حاجته بفيزيبيليتي فوالا يولي تولي معناتها انت ان برودوي معناتها المعادله سهله المعادله سهله ياسر واضحه نتصور. محمد امين عندك ما تقول بالنسبه للبوان هذيا معناها بالحق راهو كرهبنا راهم يتكلفوا برشا برشا معناها فهمت. مش ناس كل عندهم معناتها دي سبونسور وحتى اللي عندهم سبونسور بالرسمي باش يخسروهم راهو تو. انا كي نحسب مثلا نقول مالك مثلا مالك صغير كيفاش معناتها تعب باش عمل الكهرباء انا كيف كيف معناها باش كان نحسب سوم الكارونسيس كي تخذيت وسوم الموتور الاول والثاني والواحد ناقص سوم شي في الرسمي خيالي راه انا كان نحكيها بحال إيه برشا فلوس قال لي يا اخي نورمال انت 70 مليون خذيت في الكهرباء تحيه تحيه ليه الوالد هاك اللي تبع حتى انت عيطوا لك يا مهبول في الدار انا ما نجمش نحكيها كل مبلغ ملك ميجري خويا اهلا وسهلا بك مره اخرى للعبيد ممكن اللي ما تعرفش ملك ميجري عرف لنا بروحك. عايشك السلام عليكم الناس الكل. ماجري مالك 23 سنة بديت الدريفة بالجي فيديو وبديت في ستريت خرجت نلعب في الكهرباء في برا في الشارع اما كعرفت وذاك معناها معناها حاجة اخترع على العباد دخلت في نيفو بروفيسيونيل وحبيت نلعب معناها اخترع عليك انت زيدة يا ميل ومحليها المحلي المساج اما الغالب انا معناها في انه في عمر صغير معناها ما ثمش هكا شكون يأطرني ولا حاجة بقيت نلعب في الشارع ومعناش دي سيركوي وين حاطين نمشي نجرب معناها الكهرباء ولا حاجة حتى اي كهرباء راهو خاطر برا يلعبوا معناها معناها يهزوا كهرباء عادية ديلي كار يمشيوا يجربوها معناها عادي على الاخر في تونس ما ثمش دونك خرجت من الشارع قلت سي بون ايزي نمشي نلعب معناها في البروفيسيونيل دخلت في الشامبيونات عام 2019 في اخر 2019 بديت نحضر في الكهرباء هذيك اللي تشوفوا فيها توا تعبت عليها على الاخر بالحق هذيك معناها عباره مرتي توا الكهرباء ماهيش كهرباء اصلا معناها برشا مرات يقول لي بيعها ما نجمش نبيعها خاطر عندي معها استوار كبيره على الاخر خذيتها معناها في قصه معناها انا نصور خذيتها وانا نصور فيها هو للعبيد اللي ما تعرفش ملك ميجري راهو ملك ميجري مصور مختص في الاسبور ميكانيك وقاعد يخرج في تصاور وفي كونتنو داير ما نجمو نعملو اختصاص نتاعو تو ولا زاد في الكليبات الراب كليبات الراب شوف معناتها الميتافور محلاها محلاها قالك مرتي وعرفتها وين نصور فيها شو الميتافور محلاها يعني عباره اي عرفتك مشي العرس اي مشي العرس يصور في العرس تضرب في وحده خذيها عرس المهم ما ضربتش في العروسه لا بالحق والله بالحق جوستومون نجم معناها الكونت انستغرام نتاعك شنو وين نلقاو لي برودوي نتاعك الكونتوني نتاعك مالك ماجي 98 النمرو ذاك في العام اللي تولدت فيه انا وبالزهر ذاك هو سيري الكهرباء شوف معناها القوه معناها فهمت كيفاش وانا عم نصدر اوفيسيال اللي هو هذاك نصور فيه تلقاو فيه معناها الكونتوني نتاع الكلاب ولا نتاع الراب كما قال منصر فوالا اي بديت شامبيونان عام اخر 2019 بديت ديغا ديغا دوغا دوغا داير العبيد اللي تتابع فينا الفيولي هذا الكهرباء الموف هي كهربتي انا فوالا ريلوكينج كرموسه ما بدل المكياج العروسه العروسه اللوك اللي تبع العرس فوالا والله عيطوا لها كرموسه تو صحيح فوالا كرموسه والله عيطوا لها كرموسه جمعت الكلوب انا نقدم لهم تحيه كبيره فوالا جوستومون معناها نفس الكهرباء قاعد تعاود تبدل فيها تو اي بالطبيعه وقدموا في برشا فلوس مع السبونسور نتاعي معناها بالحق يعطيهم الصحه على الاخر ممنين بيا نرجع لك من الاول بديت الدريفت عام 2019 بكهرباء عاديه على الاخر كانت روج الكهرباء ستوك من نواحي الكل كل سوا موتور سيسبونسيون حتى الفراما كل شيء كل شيء عادي مش هيدروليك كل شيء الكهرباء تبالانس معناها ندخل للتيران معناها نتاع الضحكه فهمت كيفاش اي فوالا حتى منصر ديجا يتذكرها بديت معناها زيرو وبديت ما بديتش في بارك معناها في كار بارك كيما العباد فورات بديت في سيركوي مستير اللي هو سيركوي معناها تري دونجور معناها بالحق معناها اختير على الاخر اصلا ان ضربت الكهرباء غادي ما تعلمت برشا حاجات بين قوسين طرح دريفت في سيركوي تاع كارتينغ كمل اي نذكر في مسيره العاب في اي صحيح وانا وقتها اول مره فهمت كيفاش
ومن بعد هكا هو معناها ننفستي، بقيت ننفستي في الكهرباء هذيك بالحق. نحلم روحي اونتر بارنتيز باش نقولها وتضحك ولا اموركم، راني نحلم روحي حتى من الحوايج باش نشري قطايع الكهرباء، خاطر القطايع غاليين على الاخر وما ثمش معناها منهم في تونس، دونك نجيبوهم من برا ولا نحاولوا نصنعوهم من عند تورنور ولا حاجه. في التصويره هذه هي كيفاش كانت؟ لا 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 ذا جولف دو، اي خاطر التصويره مقصوصه مش واضحه. اي فوالا ذا جولف دو، اما نورمال بعثت لك غالي فولات به هكا هو هذاك هو الغرام، وان شاء الله نوصلوا اللي نحبوا عليه. اما توا بور لو مومون معنا سيركوي معنا واقفين على خط السيركوي. ايش كان سير سيركوي في ولاد في تونس بالحق؟ عندنا برشا انرجي، عندنا برشا انرجي ديجا تشوفوا حتى في مون بليزير في رمضان، فوالا هاي الكهرباء كيفاش كانت ستوك الضحك. قلت لك عندنا برشا انرجي ما لقيناش وين نوفروهم. انا صرت ماما وليت نخمم باش نخرج ناس كهربتي معنا توا نحط فيها ملايين باش نخرج نلعب لبرا، عندي برشا انرجي ما لقيتش وين نوظفها. فهمت كيفاش؟ هي مشكله مش تاع سيركوي، جوست نذكر لو كان كنا نلعبوا في باركينغ نتاع كارتاج اللي هو باركينغ كبير مستوي، وفما حتى بيلوت يظهر لي باش يقول لك عليه خايب هكا ولا معناتها جوست حكايه رخصه. معناتها كيفاش ما عادش الفيدراسيون عندها الرخصه؟ خاطر فما شكون شكي على الحس، معناتها فما جار شكي فيدراسيون كامله خسرت، دونك احنا خسرنا السيركوي هذا ولا هو الحس ماهوش كان جرانس مار حس نحكي المونتيلاج والترشيق وكل شيء. انت غادي فيه هذول بلاصه مبنيه على الاثار معناها ما فهمتش عليه، معناها ناس بانيه فوق اثار تجي تحرم كومبيتيسيون خاطر عندك. شو انا ما نصورش بلا حس، سامحني خبرك بوا دوبل ميزور. انا ما نصورش ممكن من العبيد اللي تسكن غادي، لان تصور خاطر قريبه ياسر للقصر. لا 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 مش هكا الحكايه، فما شكون يسكن غادي كواصل اشكي وقص كل شيء، معناتها حتى الاسامي ما عنديش حق نخرجهم مش نخرجهم. فهمت؟ لو فما شكون شكي جار شكي فيدراسيون كامله وقفت، مش حكايه قصر والغلط. معناتها ديار فيليت قاعده تتبني فوق اثار من غير رخص في اراضي معناتها اثريه ما يقلقوش، وايفينمون اللي يفرح الناس ويسيكوريز شوارع وفيستيفال دو كارتاج يعمل حس. معناتها انت تو نحكيو ثقافه، راهو ثقافه سبور وموزيكا ومسرح والكل. معناتها كي الموزيكا ولا النوبه تعمل حس ما يسالش ما نقولوا حتى شيء، كي نجيو نقولوا سبور لا يوليو ولاد صغار قاعدين يلعبوا بالكهرباء. لا لا ثقافه را. فهمت؟ هذه العقليه اللي معناتها بريتو فاش قاعدين يعملوا دريفت راهي باللغه التونسيه نتاعنا كلمه خايبه راهي تتقال. فهمت؟ هوني جوست ناخذ بارونتيز تاع 5 سكوند، نحب نقول للناس راهو شفتوا راهو اللي الناس معناها راهو الغرام مهما كان الغرام راهو يحمي اولادك من برشا حاجات خايبين، خاطر الغرام كيبدا مأطر وفي اطار قانوني واضح ومحصور بمده وفتره ومكان. المغروم بالسبور، المغروم بالموزيكا، المغروم بالسبور ميكانيك، المغروم بالكراهب، راهو الغرام باهي خليه الصغار المغرمه تخدم وتشيخ وتعمل معناها بالرسمي انكادري لي زونفون ان بو دو بيانفيونس، مش لي زونفون معناها لا جينيراسيون اللي بعدنا ان بو دو بيانفيونس انفير الناس المغرمه. ملك ميزي نرجع لك اللي كنت قلت فما برشا انرجي وبرشا طاقه وبرشا بوتنسيال سورتو كراهب كوسوسوا بوتنسيال في لي بيلوت ولا حتى في الكراهب. قلت نخمم نمشي نجري بكرهبتي البر، وين تنجم تجري اليوم؟ نجري وين يجي خويا؟ انا عندي سؤال للمسؤولين معناها توا، اسكو ساعتكم نخرجوا لبرا نلعبوا دريفت في الشارع؟ تقصد دريفت في الشارع؟ اي اي ولا ما باش تولي معنا ستريت دريفت. فهمت كيفاش؟ باش نرجع انا العقليه نتاع مالك عمري 18 سنه وش قاعد يصير. فهمت كيفاش؟ خاطر معناها عباره مانيش عارف، انت شاد مانيش عارف، معناها عبد وحطه معناها في حبس هكاك معناها غير كو خاطر يعمل في الدريفت ولا مش عارف شنو. فهمت كيفاش؟ من حكينا عليها جبنا مره في الميسيون اللي فما برشا عباد، خاطر كان قبل فما دراج ريس اللي هو كورس ديما طول، الدراج ريس تنحى وما عادش فما حتى شيء. بعد عامين ولاو العباد تتقابل في الليل وحدها تعمل في منظمه معناتها كيس مسكر والكل، اما راهو باقي ما يجيش. فهمت؟ معناتها لابسونس هذاك نتاع دوتوريتي يخلي فوضى. اليوم حكينا على بوتنسيال كراهب كما قلنا ودي بيلوت، اسكو اليوم نجموا ندخلوا لدي كومبيتيسيون عالميه؟ انا والله خممت اما نلقاها برشا فلوس كسوا باش نزل الكهرباء ولا باش نشري كهرباء غادي. الكهرباء تكلف في 4000 دولار باش تشري كهرباء غادي للكومبيتيشن. في تركيا وطيح كبان ونذكر وديما نقولها، راهو نهار اللي طلعنا مخلصين تاكس نتاع فواياج وفي الديوانه باش عديو دوسي اللي هو صحيح وكامل، فما زاد فلوس تعديو تحت الطاوله باش فرحوا بينا. معناتها كل الفضايح هذوكم الكل واحنا ماشيين نلعبوا باسم البلاد. راهو فهم راهو ان سارتان مومون كي الكهرباء وصلت لتركيا والولاد الكل في تركيا باش يلعبوا درابو تونس مطبوع فوق الكابوت، فما حتى شكون قال مش كان نحيوه خير.
من الاخر معناتها قداش العبد يولي معناتها ما فهمت تجي تشوف انت طالع راهو اللي صرفناه فلوس تكلفت غالي برشا معناتها فهمت وما يعاونك حد. بلاش نذكرك في حاجه منصر وقت العب ياسين كسوى ياسين ولا نسيم ولا اي واحد من لي بيلوت توانسا كي هز درب ولا حتى خلي خرات كي هز درب تونس على ظهره يلعب في سيركوي في لبنان ولا في الاردن ولا في اي بلاصه كي يروح في بالك فرات ما ثم حتى معناها ميديا جات لتونس كان صحابه واخواته ان لحمي قاصر مشيت غادي اي صحيح هذا جيت تحكي معهم دريفت سبور ميكانيك ماهوش في الكولتور نتاعنا سامحني اونز جابر يخليني يخلي من الكولتور نتاعنا من بكري وانت تحكي وهو يحكي ولا. على تعريق العراقيل نتاع لي سبورتيف نتاعنا الانترناسيونال وانا مخي فيه اونز جابر فازي يخي تيني سيخي معنا من الكولتور نتاعنا اما دخلته وفرضته علينا هذاك هو باش نعملوا احنا في الدريفت لازمنا كيكا جوست لازمنا دعم ما لقينيش كيفاش فهمت كيفاش والدعم يجي راهو باللي كومبيتيشن اون فوا تتفاضل مشاكل لي كومبيتيشن وان شاء الله حتى القوانين راهو مش في صالحنا راهو ديما نعاودوها ونعاودو نقولها راهو القوانين معمولين على الكرهب الكرهب في تونس قانون في تونس كرهبة فماش كرهبة نتاع كوليكسيون كرهبة نتاع سبور كرهبة نتاع خدمة كرهبة نتاع كيس راهو القانون قاعد يطبقوا فيه على الكرهب الكل كيف كيف هذه مشكلة أخرى أي واضح واضح الوليد احنا بشي تواصل معنا معكم حتى للعشرة متاع الصباح 9:46 دقيقة فاصل قصير وهنا رجعين بغيد مستمعين أهلا وسهلا مرحبا بكم موعدنا في بغيد قريب يوفا 9:47 دقيقة حاضر معنا بغابي الفيديو محمد عزيز بالوذنين 25 سنة بيلوت دو كورس سيمولاتور دو كورس سمحوني في الأوتلوز ريسينج تيم صاحب زوز أرقام قياسية عالمية واحد في السيركوي الألماني نورتشلايف بالبورش 911 والريكور الآخر بالمرسيدس اي ام جي جي تي ار عزيز أهلا وسهلا بك صباح الخير فرات صباح مرحبا بك في بريد انت كنت حضرت معنا في البينك طايح هوني في بلاتو اي اف ام حضرت قبل نتفكر وقت الصيف انتوكا فرحانين برشا بحضوركم معنا اخر مره جاء عزيز جبنا السيمولاتور دو كورس حطيناه غاديكا في بلاصه فاطمه وعملنا تجربه في المباشر عملنا دي كورس دو دريفت وعملنا زيد دي كورس سيركوي زيد منصر دونك عزيز خلينا نتعرف عليك انت بيلوت دو سيمولاتور دو كورس كيف بدا غرامك بالحاجه هذه بديت سا كومونسي تري تار بديت من 2014 نتفكر سبق ما حكينا فيه برضو وقتها تفرجت وقتها في فيلم اسمه راش نتاع رون هاورد مثلا ما كنتش مغروم جملة تفرجت فيه عجبني ديريكت قلت نحب نشوف توا اول كورس دو فورمولا وحبيت نتغرم ومن غادي كبدا الغرام سي دي كون بارازا وقتها الفينال نتاع الفورمولا في سيركوي اسمارينا هو عزيز انت فاتتك قاعدة فورمولا جمع اللي فاتت بين منصر وهشام عامر هوني في البلاتو عملنا ساعة كاملة فورمولا منصر بي وقتش بجيت تلعب على سيميلاتور عزيز سا كومونسي ان 2017 خويا وقت خديت سيميلاتور وعنا وقتها ديمو متاع فورزا موتور سبور سيت يافي سولمون لا بورش وقتها جي تي 2 ار اس في سيركوي متاع دبي ديمو دونك وين كلي معناها مغروم بالفورمولا مش مغروم باللي كورس جي تي معناها فهمت دونك دوكو كنت ميسالش خليني نحبك وكان صعيبه على الاخر معناها سيتي سيمولاسيون تري ريال معناها فهمتني الكوندويت تري تري ريال دونك دوكو كلي ديت بس سالي نتعلم قلت له خليني اسمعني لازم ناخذ جو كامل معناها فهمت ومن غاديك خليل معناتها على اسبوع فهمت قلت له خليني لازم ناخذ جو كامل وكملنا معناها فهمت في الاخر الغرام تحبيان والغرام عزيز وصلك للاوتلوز ريسينج تيم كيف دخلت ووليت عضو في الكلب هذا خلنا ناخذ الفيرسيون تاع عزيز ومن بعد ناخذ الفيرسيون تاع منصر نورمالمون بديت المعرض كلمني يا حبايبي صاحبي الكل دي بالمناسبه الحقيقه قال لي عزيز اسمعني ثم المعرض وقت 2019 اكتوبر ولا هي نوفمبر جو نوفمبر 2019 سي ما ميموري بون قال لي عزيز اجا نمشي ونمشي معايا المعرض ريحتي فهم الكل كان مشيت غاديك وتعرفت على منصر فهمتني ومن غاديك مانيش باش نطلبك تقلده لنا منصر بيه عزيز انت كنت تحصلت على رقم قياسي عالمي في سيركوي دو كورس الالماني نورتشلايف بالبورش 911 ار اس ار جي تي او برو في جو دو سيمولاسيون فورزا موتو سبور سيت كيف كانت الثنية اللي وصلتك للركور هذا الثنية اللي وصلتني للركور هذا ما كنتش شايلك معناتها كي بديت نلعب
حسيت روحي نيفو معناتها كي نلعب كونتر ما نكذبش عليك كي نلعب معناتها اون لين كونتر لي زوتر بيلوت فهمتني والكل سي غار باش تلقى معناها دي فري بيلوت دو كورس معناها تحت مره بجاري بينو سي تاع بيلوت بريتانيك لعب ضده مي الاكثريه تلعب ضد ناس كيش مايبيا ولا لي زاماتور معناتها كي ماكش باش تعمل اون فري كورس باش تيخ عليها دونك نلعب ديما كونتر لو سيستيم معناتها كونتر سي بي يو فهمتني ونقوي في اقوى نيفو مي اقوى نيفو كومام باقي انا معناها غالب حبيت حاجه انكور معناتها كيما نقولوها بلو بيكونت معناها فهمت في النيفو حطيت نلعب كونتر روحي معناها كونتر مون بروبر فانتوم في سيركوي نورتش لايف ساعات نوربرغوي نورتش لايف مي الاكثر في نورتش لايف معناتها بارتي توريستيك دو سيركوي قالوا بسياسة بسياسة اللي فلا قلت خليني نشوف الروكور اللي عملته نحب نحطه في معناتها في ليشيل انترناسيونال لا جو سو روندي كونت كو سيتي تا روكور انترناسيونال سيتي لو روكور مونديال ثبت في لي سورس ثبت بالباهي 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 معناها كي اللي قبل ما نعمل تليفون قبل نتفكرها في الليل كلمت وقت البريزيدون ديكيب وليد بوعيطة كلمت قول بالنسبة الحية كلمت في الليل المخر قلت وليد جو كوا كونا روكور دو مونت عزيز قال لي فاش قلت له هكا وهكا وهكا فسرت له قعدنا انا بلو جو بارلي بلو معناتها إلي تي كونفانكو معناها فهمت قال لي عزيز فريمون شابو غدوة أتنقلك شنو نعملو إيه سيلا في نكلم منصر منصر تصل بيك وجات الحكاية مش بلعاني قلد وليد في الكليب كان حسيتو مش بلعاني عزيز انا بعد كرهه بقول ولا جوست ما احنا قاعدين نشوفوا تو في الكرهه اللي ربحت بها الريكور الاول نورتش لايف اللي هي لا بورش 911 عزيز انت زيدا كنت حصلت على ريكور اخر بالمرسيدس جي تي ار اكزاكتومون وقت اللي طيحت البروميير ريكور مونديال حسيت هكا اللي معناها خاطر اذا كان وصلت طيحت ريكور افيك معناتها لا بورش 911 اس ار جي تي او نورمال كان باش نطيح معناها في ديفيزيون اللي اقل باش تكون لي اسهل معناها اي سي لا معناتها سا سيتي ا موفي جوجمون وقت اللي طيحت ريكور افيك لا مرسيدس كانت لي اصعب من بورش كانت لي اصعب من بورش خاطرني علاش خاطرني السيرفو نتاعي الى اي تي معناها كيما نقولوا احنا سانكرونيزي مع اون فيتيس رابيد خاطر انت باغ اكزومبل سا سيت اريفي معناها لي بيلوت دو فورمولا مثلا بيلوت دو فورمولا بطبيعة بيلوت فواتور دو فورمولا سي با كوم لي فواتور نورمال معناها كي في سوق معناتها لي فواتور جي تي جوست بور لا ديمونستراسيون بور لي جورناليست ايتترا قداش من واحد يهزها اونتونو معناتها يدورها الكل معناها اون بيرويت علاش على خاطر عنده معناتها مخو سون سيرفو اللي ديجا معناها سانكرونيزي على الكونديت الكونديت هذيك انا صارت لي كيف كيف في اونتر معناتها من الجي تي اللي نهبط لي اقل منها شويه من ديفيزيون ار من ديفيزيون ار هبطت ديفيزيون اس فهمت دونك ضغط شويه صعبت عليا وقت نفكر عندي لابس دو تون صغير و كبست روحي فيها بالبيه اي نتذكر وقتها بين ظهر لي بين حلقه وحلقه عزيز انت وقتها ركزت برشا مع السيركوي هذيا اليوم عندك دي بروجي عندك دي ريكور تحب تطيحهم دي سيركوي كراهب تحب تسوقهم جوستمون وتطيح لي ريكور نتاعهم في لي سيميلاتور بيان سور خليني نش تيكسبليك انكور بلوس دافونتاج كان عندي ان ثروازيام ريكور حبيت نطيحه افيك لاودي ار 8 جي تي ال ام اس الترا في circuit Bathurst, في Mount Panorama, en Australie. Du coup, c'est que le record mondial, en vrai, le carabin qu'on peut faire, maintenant, je ne peux pas anjib les mêmes réglages par le vrai pilote, maintenant, en vrai. En plus, moi, t'as assez de qu'ils savent, t'en fais un peu trop, maintenant, il y a chaque fois que j'ai le record mondial, puis FM Schnark, qui maintenant, même les gens, تاكل لي سي بون وريني اكس حيت لا عيط فهمت ليه احنا شو اي اكسبلوا عزيز نحييوه ونحكيوا عليه وهذا واجبنا وماهوش مزيا يعني حقكم تعملوا ايفينمون تاع شامبيونا تاع ريسينغ وانت في الجيمينغ زاد فورات نورمالمون راكم عملتوا شامبيونا كامل وجبتوا عباد ورانا لقينا عزيزيات اخرين فهمتوا دوتخ معناتها لا سبور انت ولد الجيمينغ داير فما عزيز اخر عزيز جويني تحيه ليه كيف قاعد يخدم برشا على السيميلاتور يخدم على الدريفت منصر بيه عزيز ليزوبجيكتيف les objectifs بالنسبة من نكذبش عليك انت تعرف معناتها مانيش في تونس فهمت معناتها قربت كل شيء خرجت عديت توا بلوس معناها بريسك ا موا معناتها ماسيت سيمولاتور فهمت لقيت معناتها لو طون الكبدال لو طون معناتها ميم طون نخدم اكسترا حطيت سيمولاتور جي بيردو ان تي بو مي روبير كي اللي رجعت روحي ريسامون توا صافي 5 جور اللي عملت الكورس دو 6 اور كورس اندورونس وي 6 سوايع ورا بعضهم في سيركوي سيت شنو اسمه كي بريف سيت ان سيركوي امريكان avec la Porsche 911 RSR, لعبت رتحت روحي معناها 15 minutes à chaque fois notre le stand. Le stand entre après 40-45 minutes.
Enfin, ça, c'est le record mondial c'est la même avec la même voiture, un mal course de 6 heures. T'as abattu à l'heure. Qui compte mal course, c'est Hassan. C'était Et je reprends. Sinon, je prépare quelque chose que je vais la laisser surprise. والادرينالين اللي يحب يعيشها لو جون في الكيس بالكهرباء كسوا بالفيتيس ولا بالدريفت انا نرى اللي ممكن لي سيمولاتور ما همش حل لكن ينجموا ينقصوا ميكال هيجه هذيك الزايده ممكن نجم ناخذ رايك فاطمه انا نرى اللي لي سيمولاتور بهين بور لي ديبيوتون مش ما يمشيوش للكيس برشا اكثر من لازم سونز انكادرمون بهين باش انك تتعلم لي كود نتاع اي ديسيبلين مش كان في سبور اوتوموبيل في اي حاجه ابري او بو دان مومون راهو المغروم ما نعرفش المغر ما جاوبوني معناها ما يمسش كرهب ما يعيشش لامبيانس ما سي يا اون انرجي دو غروب فوالا معناها ما سي نتخيل سي تاكتيل سي يا اون انرجي اللي فما كيقول لك عزيز كيقول لك عزيز معناها انا ضربت 6 سوايع قاعد على الكرسي نعمل في كورس اندورانس نتصور غرام سيمولاتور هو غرام سيمولاتور فما فاكتور راهو امبوسيبل تحطه في سيمولاتور البان اكل بولونة اللي تخمم فيها اكل اللي كبستها وانت خارج اكل الفازة اللي عملتها اكل الجعبة اللي وحلة بالسيف اللي فراو سبور اوتوموبيل موش حل الباب اطلع دماري ومشي راو فما حاجات اخرين بعد ساعات تبدأ تسوق وتعرف روحك انت كرهبتك مثلا عندها ديفو في بلاسة تولي تسوق تخمم دونك تبدأ السياقة متاعك للديفو هذك شو مخر مرة البوتة تكسرت بيه هو قاعد يسوق كاتريام معناتها في 10 دورات الاخرين هو اللول اون كاتريام ذاك ما تقاش في السيميلاتور معناتها ما اختارنا معناتها كل حاجه في بلاصتها اي ما دخل معناها لابسونس ديفينمون ماهوش حلها ماهوش سيميلاتور ماهوش الحل السيميلاتور لكن قلنا بك الهيجه هذيك تنقص ما قلناش تتنحى جمله احنا ماش عندنا وقت محمد امين خليك كلمه الختام انت ومالك معناتها نقولوا للولاد المغرميه اللي طالعين توا اكثر حاجه معناها ماذا بينا نبعدوا شويه على اللعب في الكياس كورج حضر كرهبة هبت مثال جاي راه باش يتحل الدريفت بالكدا في تونس ان شاء الله ديجا انا اي واحد معناتها يحضر في كرهبة بتاع الدريفت راني امور بيسات امور قطايع اللي يستحقني راني انا نخدم جراتوي معناها بالنسبه لكرهبة الدريفت اي واضح فهمت بحق خاطر توا رجعنا بالعكس معناها رجعنا ولات البريود الاخرى برشا اكسيدونات ولات تلعب برشا صارت اكسيدونات برشا كرهبة ولات تتفك ديجا انا عندي شكون معناها توا كرهبته مفكوكه 4 شهور علاش خاطر هو جوست شدوه يلعب وفما دي زاكسيدون صاروا قبل ما عرفوش شكون هز هو الكل معناها فهمت دونك باش نوليو نرجعوا بالعكس ملك نعطيك كلمه الختام والله سبور من عام 70 نجيو توا 2023 ما نلقاوش حظنا فيه في تونس معناها بلاد متاخره على الاخر والله بالله قراف على انا ممن اللي سبور هذا باش شيء يضحك وشيء بكي اونتر تون فهمت وان شاء الله تتحل هالازمه هذيا ونرجع كما كنا وخير من كنا وان شاء الله يعملوا سيركوي ويمنوا بي سبور هذيا باش حتى كيفكم عبيد كيفكم ما تنجم تكون كان بوادر به وانا بالحق من ياسر سورتو في السبور ميكانيك فما كوميونيتي ياسر تنغر على السبور نتاعها وياسر تحب تقدم به سورتو دونك احنا هكا نكونوا خلطنا الاخر موعدنا لليوم في بريد نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا وكانت في المتابعه على الراديو ولا ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاعنا نشكر حبيت نقول حاجه محلاها وكها وكلمه اي حبيت نقول اللي راهو سبور اوتوموبيل في تونس هو السياقه النظيفه الوحيده فوالا واضح واضح دونك مشكوره فاطمه العبيدي ناديه بالضيفي على يميني منصر ويسي على يساري فرات حميد رافقكم او ميكرو وامين في الاخراج هيب في الاخراج رقمي نخليكم مع باقي برامجنا الاخبار مع هيفا تويتي باي باي